مساء الخير. من تلفزيون لبنان بنحييكم وبندعيكم لمتابعه حلقه جديده من برنامج امن حالك. مثل ما صرنا نعرف، برنامج امن حالك هو الاول من نوعه بنشر ثقافه التامين بلبنان والعالم العربي. دائما بنتواصل عبر صفحتنا على الفيسبوك عبر رقم التليفون 7166919 لاي استفسار اي سؤال. اكيد نحن جاهزين لنجاوبكم ونساعدكم. عالم التامين من حولنا عم بيشهد تطور كثير كبير، ولابد انه قطاع التامين بلبنان يواكب كل التطورات المتسارعه. واهم من واكب التطور هو الكادرات الشابه والهيئات الناشطه، واللي ما بيملك الرؤيه التطويريه بهدف التغيير ما بيكون النجاح الى جانبه. اذا الى جانب الخبرات العريقه بقطاع التامين، لازم يكون في دور فعال لعنصر الشباب بهذا القطاع، ولازم يكون للشباب كلمه وراي بقطاع التامين. ايضا لازم يكونوا بموقع القرار الى جانب اصحاب الخبره الطويله من اجل الحفاظ على الرياده واكيد مواكبه التطور. اليوم ضيفنا ببرنامج أمن حالك أحد الوجوه الشابة بقطاع التأمين، روجيه زكار، عضو مجلس إدارة بشركة كوميرشال وصاحب أفكار جريئة وتطويرية بالتأمين. مساء الخير أستاذ روجيه. مساء الخير نادي. يعني نحن اليوم أكيد نحن مثل ما قلنا حلقتنا عم نضوي على العنصر الشاب بقطاع التأمين، وحضرتك كتير فعال بقطاع التأمين، حبينا تكون موجود معنا لأنه عندك أفكار كتير جريئة كمان بقطاع التأمين. حقيقة يعني مثل ما قلت أنه قطاع التأمين تغير ولازم نواكب التطورات اللي عم بيصير بقطاع التامين، وبشان هيك اللي نحن عم نجرب نعمله بقطاع التامين وبشركتنا بالذات نقدر نبتكر بافكار جديده بتامينات جديده يلي عم بتكون عم تنعمل برا لبنان ونجيبها على لبنان لنطورها بلبنان. اذا يعني هيك بشكل كثير سريع، برايك العنصر الشاب مثل ما ذكرت بمقدمه البرنامج لازم يكون لهم دور كثير فعال، لانه مثل ما بنقول يعني لنواكب التطور لازم الشباب يكون موجود، ولكن اكيد كمان الى جانب مثل ما قلنا الخبرات الكبيره الموجوده بشركات التامين. واحد بيكمل الثاني، يعني عنصر الشاب مثل ما كنا عم نلاحظ انه عم يجيب كل التطور، وصار عالمنا اكثر واكثر متطور ومتعلق بكله الكمبيوتر والتكنولوجي، فمشان هيك العامل الشاب بيجي بيساعد يفوت هالتطور على شركة التأمين، ولابد يكون وجود الخبرة تبعول الأشخاص الأكبر منا، الجيل اللي قبل. فهول مجرد يكون عندك المكونين اثنين بحيال شركة التأمين، بفتكر هول اللي يعني بخلوا شركة التأمين تتقدم وتروح لقدام. برأيك شو أكثر الدور ممكن يلعبه العنصر الشاب؟ يعني أكيد في أدوار كثير مثل ما ذكرنا، ولكن في دور كثير مهم يمكن هو مواكبة التكنولوجيا، ما هيك؟ هو مواكبة التكنولوجيا وبعدين النشاط. يعني دائما ننسى انه الشاب اول ما يفوت او الشابة اول ما تفوت على شركة التأمين بيكون عنده نشاط وبدها تعمل وافكار خلاقة، وهيدا لازم كل واحد منا يطلع على الشباب يلي عم بيكونوا عم بيشتغلوا معه او الشباب الجيل الجديد يلي فات على حالة شركة التأمين يقدر يخليه الامكانية ويفتح له مجال ليكون خلاق. يعني لازم الادارات تفتح البواب كمان لهالاشخاص، لانه مثل ما بنلاحظ كمان شويه التفكير اللبناني دائما بحب يحافظ الواحد على موقعه، ما بحب يسلم، يمكن بدها بتاخذ وقت ليسلم ليوثق بالعنصر الشاب. يمكن لازم ببلش الشركات يعني تشتغل على موضوع انه تفتح هالبواب وتعطي مجالات اكثر ليبرهنوا هالشباب على يمكن قدرتهم على الابتكار. اكيد ما في شك، حيالها شركه ما فيها عنصر شاب ما فيها كيف بيقولوا ديناميكية، ما فيها استكمال للمدة جديدة. انتم بكوميرشال انشورنس يمكن كنتوا جريئين، وهذا يمكن بيرجع قبل ما ننتقل لنتعرف على الانواع القليلة اللي بتتقدم بشركات التأمين وانتم عم تقدموها لهالخدمة، خبرنا هيك بشكل سريع كيف بلشت القصة، لأنه أنت يمكن عندك هواية يمكن الرياضات الخطرة، ومن وقتها يمكن بلشت الفكرة أنه تفتشوا على تأمينات لتغطوا هالأشخاص اللي بيقوموا بهالأعمال. مثل ما قلت اليوم حنحكي عن التأمينات يلي هي تأمينات غير التقليدية. نعم. يلي ما بتنوجد أو بتنوجد بكمية قليلة بشركات التأمين الأخرى، لأنه شركات التأمين الأخرى بتعتبرها أنه عليها خطورة أكثر. بس لحد كلمة أنه كوميرشال انشورنس لها 53 سنة بلبنان. نعم. بنقدم شركات تأمين بلبنان، ومثل ما قلت العنصر الشاب خلى الشركة تجدد حالها خلال هول 53 سنة. هلا بالممارسة تبعيتي بحبي للرياضات وبممارستي للرياضات لقيت انه ما عم بيكون في تامينات تغطي هول الرياضات. نعم. يلي منهم بيعتبروها خطره منهم بيعتبروها مش خطره. فمن هيدا المنطلق صار في حاجه، وكان في حاجه وخصوصا عم تكبر الحاجه. قررنا نحن نبتكر كل هول التامينات الجديده لنواكب الجيل الجديد او لنواكب الحركات الرياضيه الجديده.
يعني اكيد نحن رح ننتقل هلا لعند زميلتنا كريستين حداد لنتعرف اكثر على هالانواع التامين اللي هي جديده وبذات الوقت عم تواكب التطور. رح ننتقل لعند كريستين وتعرف عليها اكثر. بداية بدي اقول مساء الخير لضيفنا استاذ روجي زكار. اكيد بدي اقول مساء الخير لكل المشاهدين اللي عم يتابعونا بهالحلقه الجديده من برنامج امن حالك. ما في شك انه تعددت انواع التامينات الموجوده وتطورت بشكل ملحوظ لتغطي احتياجات جميع المواطنين بالسوق اللبناني، وبرزت بعض العقود والتغطيات يلي بتهم فئه معينه من الناس او مجموعه من المواطنين يمكن عندهم هويه معينه، وبالتالي هن بحاجه لتوفير الحمايه اللازمه والتغطيه المناسبه تجاه اي ضرر ممكن يحصل معهم. ومن أنواع التأمينات المهمة والغير اعتيادية رح نطلع سوا على البعض منها. رح نبدأ بالتأمين على الدراجات النارية. أكيد الدراجات النارية بجميع أنواعها وبيندرج تحتها تأمين على الأضرار المادية للغير ضمن سقف محدد، تأمين الشامل على الدراجة أو ضد الخسارة الكلية طبعا للدراجات يلي ما بتكون قديمة الصنع. أيضا التأمين على الأضرار الجسدية للغير لحدود 750 مليون ليرة طبعا حسب القانون الإلزامي للأضرار الجسدية. ومثل ما بنعرف أنه التأمين بيغطي فقط الغير، وأما السائق وأفراد عائلته فالتغطية مستثناة بالتأمين الإلزامي. كرمال هيك ممكن إضافة تغطية الحوادث الشخصية للسائق وأفراد عائلته لتشمل الوفاة التوابة والعجز. نوع التأمين الثاني هو تأمين سباق السيارات، وكلنا بنعرف انه سباق السيارات او المشاركة بأي نوع من انواع الراليات هو مستثنى كليا من تغطية بوليصة التأمين على السيارة وحسب اكيد الشروط العامة. اما في بعض الاحيان وكتار الاشخاص اللي بيشاركوا بهيك احداث ففيهم يطلبوا من شركة التأمين اضافة تغطية معينة للبواليس يلي بحوزتهم اذا امكن الامر، او اصدار بوليصة خاصة بهالحدث لتغطي كل انواع الراليات والاوفرودز وغيرها. بالاضافه لانه الشركه المنظمه لهالسباقات ايضا مطلوب منها انه يكون عندها تغطيه خاصه للمسؤوليه المدنيه للغير لتغطي الاضرار يلي ممكن تنجم عن هالحدث، وخاصه انه في كثير حوادث مؤسفه عم بتصير وعم نسمع فيها دائما عم بتؤدي لاضرار جسديه وماديه باهظه، والثمن عم بيكون اكيد يعني بين الاشخاص المتفرجين والمتواجدين بهالمكان. اخيرا رح نحكي عن تامين الرياضات الخطيره، وبما انه ربنا من موسم الصيف هلا وكثار من الاشخاص عندهم هوايات عديده تمارس بهيدا الفصل مثل التزلج على المي والاكيد الجيت سكي والسكيدو وغيرها، ما بدنا ننسى ايضا رياضات التزلج بموسم الشتاء اكيد كمان تسلق الجبال وغيرها من انواع الرياضات الخطره مثل السكاي دايفنج باراسيلينج القفز بالمظله والتزلج الهوائي ويلي بتكون نسبة الخطر بهالرياضات عالية جدا. أما التغطية فبتشمل الحوادث الشخصية وضمن الوفاة والعجز وأيضا مصاريف الطبابة. إذن كتير مهم أنه يكون في نوع من هيك تغطيات موجودة بالسوق اللبناني. هون سؤالنا لك أستاذ روجي زكار، بس يعني حضرتك قلت أنه الشركة أكيد بتأمن هالأنواع من البواليس، بس قدي يعني نسبة الخطر فيها كتير عالية، كيف عم تاخدوها؟ يعني كيف عم بيكون الاكتتاب؟ هل عم بيكون الاكتتاب صعب أو لا؟ يعني مثل ما قلتي أنه أكيد الأخطار على هول أنواع التأمين هي كبيرة كثير عالية. نعم. وبعدين خصوصا أنه بلبنان ما عندك أعداد، يعني الأعداد بلبنان يلي بيعملوا هول الهوايات بيكونوا أقل من الأعداد يلي بيكونوا برات لبنان. هون بشو بيأثر العدد؟ العدد أكيد بيأثر، يعني مثل ما أو من نعرف على المشاهدين أنه شركة التأمين هي بتشتغل على الإحصاءات. نعم. يعني بيأمن 100 واحد وبيقولوا من أصل هول ال 100 واحد بيكون في هيدا الحادث. صح. نعم. فكل ما بيكبروا الأعداد كل ما فيها شركة التأمين تلعب بالإحصاءات وتلعب. بس حاليا يعني هول الهوايات وهيدي الأنواع الرياضات وكل اللي هيدي عم تكثر بشكل كتير كبير، يعني ما لازم بقى يصير في مشكل بنلاقي العدد ولا بعده قليل هيدا العدد؟ حتى إذا عم تكبر لأنه بلشت تتدرج بلبنان. نعم. ولكن بعدها عددها كتير قليل. بس نحن عم نقدر نكتتبها هلا هول الاخطار لانه عندنا معيدين تامين يلي فسرنا لهم شو هن الاخطار، يلي فسرنا لهم وفرجيناهم على قدراتنا على اكتتاب هول الاخطار ويلي وثقوا فينا، وبشان هيك من وراء هول الاسباب من وراء معيدين التامين تبعولنا قدرنا نحن نامن هول الاخطار. نعم. لنرجع للدراجات الناريه اللي هي انتم كمان كنتوا عم اول ما سباقين يعني بتامين درجات ناريه، بس كرمال نوضح للمشاهدين اي نوع درجات ناريه، يعني لما يفتكروا المشاهدين انه اللي بنشوفهم على الطرقات يعني في اكيد مواصفات معينه للي عم بيقود الدراجه الناريه والى الدراجه الناريه. على اي اساس بيتم تامينهم؟ هو قانونيا واحد لازم يامن كل دراجه ناريه على مسجله على الاراضي اللبنانيه،
وهلا مع القانون الجديد لانه بلش يطبق القانون الجديد لازم كل دراجه ناريه مسجله يكون عندها اقل شيء التامين الالزامي يلي هو بغطي الاضرار الجسديه. بس حسب الاحصاءات في كميه هائله من الدراجات الناريه ما عم تمشي بطريقه شرعيه على الاراضي اللبنانيه. هيدا الموجود ولكن هيدا بيش دورنا، هيدا بيكون بيرجع الدور على الدوله، يعني بيرجع الدور على الدوله، بيرجع الدور على القوى الامنيه اللي هي لازم تفرض انه هول الدراجات الناريه يكون عندهم التامينات اللازمه وحتى يكون عندهم السلام يعني يحافظوا على السلام العام. نحن دورنا كشركة تأمين ابتكرنا وكنا من أوائل الشركات التأمين اللي فاتت بعالم تأمينة الدراجات النارية. وبعد حاليا نحن بفتكر من الشركات القليلة الوحيدة اللي بتأمن الدراجات النارية. هي لانه يمكن كنتوا السباقين لانه كثير شركات يمكن خافت من هالخطوه لانه مثل ما بنعرف يعني فيها كثير ريسك الدراجه الناريه، الحادث دائما بيؤدي يمكن كمان لادراج جسديه اكثر من اضرار ماديه. كنا سباقين ولانه كنا سباقين خلينا نكتتب اكبر عدد. نعم. ولانه خلينا نكتتب اكبر عدد خلينا نحن نقدر يكون نكفي. طب حسب خبرتكم هالنوع من التامين شو هن المشاكل اللي بتواجهكم كشركه تامين؟ هلا اكيد مثل ما واحد بيعرف انه الدراجه الناريه عندها اول شيء عندك اكيد الاشخاص يمكن السيئ او يلي كان ورا السيئ معرض على الخطر اكثر من كثير من يلي قاعد بالسياره او عم بيسوق بالسياره، فهيدا اول نوع خطر، يعني الاضرار الجسديه اللي بتصير مع دراجه اكبر بكثير من بس تصير بالسياره. الخطر الثاني عم بحكي اكبر خطرين هو سرقه الدراجه الناريه. نعم. يعني مثل ما بنعرف انه الدراجه الناريه بتكون مصفوفه بيجي فان او بيجي بيك اب بيحملها وبياخذها بسهوله اسهل من سياره، فهول المشاكل يلي عم نواجهها ويلي تغطيه السرقه بتكون اضافيه ولا بتكون ضمن البوليسة؟ ما هون بدنا نفسر للمشاهد انه الدراجه الناريه هي بتخطر تقريبا بذات التغطيات مثل السياره، عندك الاضرار الماديه تامين على الالزامي اللي هي الاضرار الماديه، عندك الاضرار الاضرار الجسديه، نعم. عندك الاضرار الماديه وعندك جميع الاخطار يا التوريسك حسب شو العقد التامين يلي نقاه سائق الدراجة أو صاحب الدراجة النارية بتطبق عليه شروط بوليسة التأمين. نعم، رح ننتقل كمان يعني لأنه ثلاث أنواع تأمين فيهم كثير من الأسئلة وأنواع جديدة، يعني رح ننتقل من الدراجات النارية مثل ما قلنا بس لنفسر قبل ما ننتقل للرياضات الخطرة. الدراجة النارية مثل ما قلنا أنه لازم مثل كل بوالس التأمين إذا الأدراج الجسدية ما تغطت بالإلزامة، بس إذا بنفسر أكثر للمشاهد في كفرز بيشتري أكسيدنتال ديث بي أي بتغطي وفيها ميديكال اكسبنسز اللي هي بتغطي كل شيء طبابي لحدود معينة لسقف معين. هيدي نقطة كثير مهمة لأنه مثل ما بنعرف بالأدراج الجسدية أو بوليسة الإلزامية واحد بيفكر أنه كل شيء أدراج جسدية أمن فيها. نعم. ولكن السائق مش مأمن لأنه البوليسة بتأمن ضد الغير، فكتير مهم السائق يكون يعرف حاله كيف مأمن لأنه إذا صار له شيء هو أكثر. هيدي مش بس الدراجات النارية، يمكن في كل شخص على الأراضي اللبنانية ينتبه لهذا الموضوع. أكيد. سيارة أو دراجة نارية. سيارة أو دراجة ويعرف في حال صار له حادث كيف بده يفوت على المستشفى وكيف بده يتطبب. وكيف بيحمي حاله؟ قلنا بالحوادث الشخصية. بالحوادث الشخصية، سائق الحوادث الشخصية أو في يطلب من شركة التأمين تبعيته إذا بتحب إنه تزد له على بوليسة الاستشفى تبعيته إنه هو سائق دراجة نارية وفي حال حادث دراجة نارية بيقدر يكون مخطط. إذا نذكر كل المشاهدين عادة لما نعبي طلب التأمين نذكر كل التفاصيل، نذكر كل المعلومات المطلوبة تكون صحيحة كرمال إذا صار أي حادث يتغطى، مثل ما قلنا إذا ما ذكرنا إن نحن عم نسوق دراجة نارية بولا أي بوليسة نحن بنتغطى، فلازم نذكر لأنه هي تعتبر يعني من الرياضات الخطيرة أو الممارسات الخطيرة. مثل ما قلت. نعم، لكن كمان رح ننتقل مثل ما ذكرت زميلتنا كريستين قربت الصيفية كمان هون العالم بتحب تعمل جيستكي ويعني ونشاطات بحرية، هيك بيخطر على بالنا سؤال لانه في كثير اسئله بس سؤال كثير مهم، مين بيحدد لما تفوت جيت سكي بمثلا يخت مين بيحدد المسؤوليات وعلى اي يعني في خبير؟ بس اذا بنفوت شوي بالتفاصيل لانه مهم هذا الموضوع. اكيد. هلا مثل ما قلت موسم صيفي وكنا بنشوف الجيت سكيات اللي عم بيكونوا على شواطئ اللبنانيه كيف بيسوقوا، لانه بيكون حدا ما عنده خبره بيسوق جيت سكي بيروح بيستاجر الجيت سكي لنص ساعه او ساعه وبده مثل ما بنعرف حالة واحد بيستأجر آلية بده يفش خلقه. هلا أكيد في خبرة بالموضوع، بس بالإجمال وبالمفهوم العام إنه وقتها جيت سكي
في عندك ثلاث انواع حوادث. اول شيء عندك الحوادث الجسديه، يعني لا سمح الله جاسكي خبص او شخص عشان بيسبح، نعم هذا اكيد مسؤوليه الجاسكي، لانه هو الجاسكي هو لازم ينتبه وين عم بيسوق وشو في حواليه. نعم. عندك اذا كمان الجاسكي فات بيخت او فات بيخت، هو بهذا الموضوع دائما يعني اكيد، بس دائما عاده اليخت لازم هو بيكون مسؤول اذا سيئين، اذا اثنيناتهم نص البحر سيئين. نعم. ولكن اذا اليخت او 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 الشخطوطه الصافي وعبى جاسكي فيها وما في حدا على اليخت، اكيد بيرجع الحق على الجاسكي. بس مع كل هول اكيد دائما لازم يكون في اذا حادث كبير لازم نطلب خبير او اخصائي يجي يشوف. هي البوليس هي بتكون معموله للاليه مش للاشخاص اللي عم بيسوقوها. هو كمان بدي ارجع على الموضوع، في عندك ثلاث اجزاء فيك تاخذها للجاتسكي، عندك الاضرار الجسديه، عندك الاضرار الماديه، وعندك جميع الاخطار على الجاتسكي بحد ذاته. من المفروض يكونوا ثلاثتهم موجودين؟ من المفروض يكونوا ثلاثتهم. هلا بلشوا في كم مينا بلبنان، بلديات عم نحكي، كم بلديات وكم بلديات يلي عندها الوعي الكافي، يلي عم بتخلي انه كل حدا حابب يسوق جاتسكي يكون عنده على القليله تامينات الاضرار الجسديه، في حال صار في شي حادث يقدر يروح يتحكم يلي صار عليه الحادث. نعم. كمان مثل ما يعني ذكرت يعني في صار وعي، اذا بس هيك بحسب كمان خبرتكم خبرنا، اي مناطق بلبنان عم تفرض انواع بوالس مثلا على الرياضات الخطره؟ مثل ما بنعرف نحن بجونيا مثلا في كثير قفز بالمظله، بعتقد اكثر شيء رياضه هلا شائعه هونيك. هل في كمان يعني بلديات عم تفرض؟ هل الاماكن هي كمان محدده بلبنان ولا بتغطوا على كافه الاراضي اللبنانيه؟ نحن كشركه بنغطي على كافه الاراضي اللبنانيه، ولكن في صار في وعي بالبلديات بلبنان ولسوء لحسن الحظ، وهول البلديات صاروا عم بيفرضوا يكون في تامينات، لانه صاروا عم بيلاحظوا انه كتروا هول الرياضات وعم بيصير في حوادث. مثلا عم نحكي اذا بناخذ بلديه شكه، نعم هلا شخص عنده جاتسكي بلديه شكه بتطلب منه انه يكون عنده تامين، نعم على القليل الاضرار الجسديه. عم نحكي عن بلديه جونيا هلا حدا حابب ينط بالمظله يلي اسمها باراكورت وبده يغط على ميناء جونيا، كمان بتطلب منه انه يكون عنده بوليس ضد الغير في حال سبب خطا على سيارة أو على شخص أو على بناية. بس لازم تكون الدولة هي محددة الأماكن، يعني اللي هي ممكن مش أنا بدي أطلع نط عن جبل بختار تلة وبطلع بنط يمكن دغري تسبب بحادث. ما أنتم ما بتحطوا قوانين معينة إنه لازم يكون في أماكن مخصصة من قبل الدولة لممارسة رياضات معينة؟ نحن أكيد بنحط، بس أنا نحن كشركة تأمين ما فينا نفرض مثلا على بلدية بيروت، ما فينا نفرض إنه نقول كل شخص عم بيسوق الجاتسكي لازم يكون مأمن. لازم البلدية هي بوعيها تقدر تفرض، تقول نحن كبلدية بيروت كمينة بيروت كل شخص عنده جاتسكي لازم يكون عنده بوليس التأمين لتقدر تخطي. يعني بس معلي، لأنه بعد ما هو تحط لي بعد بس الفكرة، لأنه أنتم كشركة لازم يكون كمان عندكم انه تدرسوا الريسك اللي موجود. يعني في مناطق فيك تعمل فيها جاتسكي، في مناطق خطرة مثل عالروشي في صخور كتير، ولا مفتوح البوليسة على كل الأماكن؟ هو نحن ما فيك تحددها، نعم يعني مثل سياره ما فيك تقول له فيك تروح هون او فيك تروح هون، ما فيك تحددها. بس اكيد بعمليه الاكتتاب عم تعرف مين الشخص اللي عم بتامنه، عم تعرف شو الاخطار اللي عم يعملها، وعم تتكل على وعي الزبون يعرف شو مصلحته. يعني نعم. بالنهايه حادث هو زبون بيتضرر اكثر من ما تضررت الاليه، فاذا زبون منه على وعي، يعني اذا بدك الخسران الاكبر هو يكون الزبون اللي منه على وعي، مثل الدراجه الناريه اللي بيسوقها بلا طاسه. نعم. نحن كشركه تامين اذا يعني بالحادث بصير في تحقيق. بالحادث نحن كشركه تامين ندفع الحادث، ولكن اكيد نتكل على واحد زبون يحط الطاسه والسلام العام، هو عم بيسوق موتور وهو عم بيركب جاتسكي ويعرف وين يروح وكيف يتوقع الحظر. نعم. رح ننتقل لعند زميلتنا كريستين حداد في مداخله. استاذ روجي، يعني حضرتك اكيد عم نحكي عن توعيه، بس هون عندي انا سؤال، انه قد ايه برايك وجود هيك تامينات عم بشجع الرياضه بلبنان وعم بشجع السياحه؟ لانه نحن بنعرف انه يمكن كثره الاصابات يلي عم بتصير ان كانت رياضيه وكانت بهذه الامور عم تكون كثير كبيره، يمكن في بعض الناس عم بتخاف انه تعمل هيك رياضات. هلا مع وجود هيك تامين هل عم بشجع الرياضه برايك؟ اكيد عم بشجع السياحه. نعم. لانه اول شيء في كثير اشخاص عم 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 عم
عم كيف بيقولوا عم تتحمس تتشجع كمان عم تتشجع تعمل هذه الرياضه لانه بتعرف حالها انه في حال صار لها شيء مأمنه فبتخليها تتشجع. وفي كتير اشخاص سواح حابين يقودوا هول التجارب ان يكونوا يسوقوا جيتسكي او ينطوا بالمنطاد او 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 يسوقوا موتو مجرد بيعرفوا انه في تامين كمان بتشجعوا فبتشجع السياحه وبتشجع الصناعه الوطنيه فاكيد القطاع التامين هو اساسي لكل هول القطاعات طبيعي. لكن يعني مثل ما الواحد دائما عند الجهات المختصه ودائما عند المواطن اذا كان الوعي كامل 100% اكيد هذا الشيء بيحمي المواطن وبيحمي كل النشاطات السياحيه بالبلد. نحن استاذ روجيه رح نتوقف مع فاصل اعلاني قصير، نرجع اكيد من بعده منتابع برنامج امن حالك مع انواع جديده اكيد وقليله عن التامينات رح نحكي عنها ببرنامج امن حالك بعد الاعلان. نتابع اكيد مشاهدينا برنامج امن حالك وحلقه اكيد مميزه مع ضيفنا روجيه زكار اكيد عضو مجلس اداره في شركه كوميرشال. كنا حكينا قبل الاعلان عن عدد غريب او جريء او جديد عم نحكي فيه لاول مره ببرنامج امن حالك من التامينات، ولكن بشكل كثير سريع رح نمرق على تامين اغاليات سباق السيارات بلبنان. بلبنان اكيد في كثير نشاطات بتصير حول سباق السيارات. منظمة يعني الاتحاد الدولي للسيارات العالمي بيفرض على هالراليات نوع من انواع البوالص التأمينية، إذا فينا ناخذ هيك بشكل كثير سريع فكرة عن هالنوع. مزبوط، مثل ما بنعرف بلبنان بحبوا السيارات كثير وهواة راليات، ولبنان كل حياته كان رائد بالراليات بالشرق الأوسط. فابتكرت شركة كوميرشال انشورنس قلنا أول شركة وركبنا تطورات الرالية عم نأمن الراليات. مثل ما بنعرف الرالي بس يكون تابع لمنظمة دولية لازم يكون عنده معايير خاصة مع تغطيات خاصة يلي نحن عم نقدر نأمنهم ويلي بتغطي أكيد كل شيء بيصير بيسبب سائق الرالي ضرر على يلي عم بيكون وين عم بيسابق، مثلا إن كانت المنطقة إن كانوا الأشخاص يلي عم بيكونوا حوالي عم متفرجين على الرالي أو إن كانوا الأضرار المادية إن كان عمود على الطريق أو مثل ما بنعرف أوقات بتصير حوادث كبرى بفوتوا بيكون في حوادث ببيوت أو بمنازل. وكل يعني كل عم بيتابعوا الرالي على الطريق هيك صار شيء حوادث بما انه يعني عم بتابعوا هالموضوع من التامينات؟ لسوء الحظ بلبنان بيصير في حوادث، يعني لسوء الحظ صرنا شفنا انه في كذا نوع حادث خلال السنوات، واكثر شيء بتسائب لانه بيكون المشاهدين ما عم بيتبعوا التعليمات من المنظمين، مثلا بيكونوا بيحبوا يروحوا يتقربوا كثير من السياره ليلتقطوا صوره معها. نعم. وهلا صارت المودة السيلفيز، فبكون جاي سيارة الرالي بده يوقف عن نص الطريق يعمل سيلفي مع سيارة الرالي واكيد مثل ما بنعرف عم بيصير في حوادث لانه سائق سيارة الرالي بيكون جاي بسرعة زايدة كثير ما بيقدر يوقف بس يكون في المشاهد نص الطريق ولسوء الحظ عم يكون في حوادث. طب هون المواطن ما عم بيتبع شروط السلامة بيتغطوا هالانواع من الحوادث؟ بيتغطوا لانه تحت القوانين يعني اكيد بيكون السيارة هي المسؤولة فأكيد عم تتخطى من شركة مثل ما قلنا كمان الأضرار المادية كمان بتغطيها هالنوع من البوالص. بدنا بس نذكر كل المشاهدين إذا صار أي ضرر خلال الرالي فيهم أكيد يطالبوا إدارة الرالي لأنه مرات يمكن ما بيطالبوا يمكن بيطنشوا مرات، يعني مش عم نقول شيء بس إنه عم نوعي المشاهدين أكيد. إذا ضربوا بأي شجرة بجنينة أو كانوا مثلا قاعدين خبرتني كمان مثلا بيكونوا قاعدين بجنينة بتطب السيارة عليهم مزبط. إذا فيهم يرجعوا لشركات التأمين ويطالبوا اكيد بتعويض عن الضرر الاضرار الماديه والاضرار الجسديه. شو في بعد انواع عن رياضات سرعه بلبنان غير الراليات؟ نحن هو رالي اكيد لانه بيكون منقول على التلفزيونات مباشر فكل العالم عندها ثقافه التامين، ولكن غير السيارات عندك السباقات تبعوا للدراجات الناريه، عندك سباقات سيارات الكارتينج، عندك سباقات عندك كذا نوع سباقات جديده دريفتنج، فكل هول الانواع الخطره من الرياضات الرياضيه اكيد لازم يتامنوا ونحن كشركه تامين عم نامنهم. يعني نحن رح نرجع لعند زميلتنا كريستين لنتعرف كمان على نوع جديد من التامين، سبق حكينا عنه ولكن رح نرجع نلقي نظر عليه مع زميلتنا كريستين حداد.
أكيد بهالفترة من الوقت بتزيد إحياء الحفلات والمهرجانات بالعديد من المناطق اللبنانية يلي عم بيكون فيها أعداد كتير كبيرة من الجمهور، وبأكثر الأحيان هالمهرجانات عم بتكون على مستوى عالي من حيث التجهيزات التقنية الحديثة والمكلفة، بالإضافة لاستقدام عدد كتير كبير من الفنانين العالميين من الخارج عم بيكلف الشركة المنظمة أموال طائلة. فمن الضروري طبعا وتفاديا لأي طارئ ممكن يحصل أنه تقوم هالشركة بإصدار بوليس التأمين ضد المسؤوليه المدنيه للغير لتغطيه الاضرار الماديه والجسديه يلي ممكن تحصل، بالاضافه للتعويض عليها في حال تم الغاء الحفله لاي سبب كان. كنا شفنا بحلقه سابقه من برنامج امن حالك تفاصيل تغطيه بوليسة الغاء الحفلات، اكيد شفناها بالتفصيل، فهلا رح نرجع نعددهم هيك سريعا لحتى نرجع نتذكرهم. اكيد التغطيه بحال بتغطي بحال وفاه شخص المؤمن او تعرضه لاي حادث ان كان مرض او كمان اذا قلنا حادث او مرض، في حال تاخير السفر او تدمير مكان الحدث، بالاضافه لمخاطر عديده اخرى. هون استاذ زكار بدنا نعرف من حضرتك، يعني انتم كمان بتقوموا بتأمين بهيك انواع تأمينات بتقدموها، هل عم بيكون في وعي تام من قبل منظمين الحفلات يعني عم بيطلبوا هيدا التأمين، او عم بتكون قليله نسبيا ما بيعرفوا قيمه هيدا التأمين بالضبط؟ هلا يعني مثل ما ذكرت، هلا اول شيء فتنا بموسم الصيف، فكل عم بيكتروا المهرجانات، يعني نعم. عم بيكتروا المهرجانات، بلشت تكبر الثقافه، يعني صرنا عم نحس انه مقيمين على المهرجانات اكثر واكثر صار عم بيطلبوا انه يكون في تأمينات على إلغاء السهرة أو تأمينات للجمهور. ليه؟ لأنه عم بيكون في حوادث كتيرة أو هيدا وعي بس مجرد؟ هو أكيد سبب يعني لسوء الحظ بلبنان، أكيد أنه صار في حوادث عديدة. نعم. يعني مثل ما بنعرف أنه بعلبك سنة الماضية ما صار بعلبك، في فنانين كتير ما أجوا. نعم. فلو ما كان عندهم التأمينات لا إلغاء هول السهرات كانوا تكلفوا من جيبتهم تكاليف عالية كبيرة. فبشان هيك كثير مهم انه كل حدا مقيم على مهرجان، لانه مهرجان مثل ما بنعرف بكلف اموال كبيره، يقدر يكون اول شيء مامن حاله انه في حال ما صار هذا المهرجان يقدر يعرف انه في شركه تامين عم تجي هون كل حدا عم بتعوض علي التكاليف يلي تكلفتها للمهرجان. بالوضع الحالي يعني بلبنان مثل ما قلت حضرتك بعلبك، وكان هو المثل يمكن السنه الماضيه لسوء الحظ، معيدي التامين بعدهم عم بيتشجعوا يعطوا تغطيات لهيك انواع مهرجانات، وخاصه بمناطق صارت مصنفه خطره يعني بلبنان، مثل ما بنعرف نحن المهرجانات بلبنان هي بالضواحي او بالمناطق البعيده عن بيروت، يعني اكثريتها خاصه بالصيفيه، فهل معيد التامين بعده عم بيتشجعوا خاصه انه الوضع هلا مثل ما عم نشوف يمكن للاسف من سوء لاسوء؟ هو مثل ما قلت عندك هيدي المشكله، بس يلي عم يسمحنا نحن كشركه كوميرشال نقدر نكمل ونستمر هو لانه عندنا اكثريه المهرجانات، فمجرد عندك الاكثريه فيك تغطي. نعم. لانه بتعتبر انه عندنا من اصل 50 مهرجان واحد بيصير له شيء، ولكن اذا مأمن مهرجان واحد اكيد ما بتلاقي معيد تامين. نرجع هون للعدد يعني اللي كنا حكينا فيه كمان بالتامين السابق. هون للعدد، وهون واهم شيء ويلي بينبش عليه معيد التامين قد ايه معرفتك بالخطر اللي عم تامنه وقد ايه قوتك بالاكتتاب. فاكيد الخبره بتلعب دور كثير كبير، خبره بمنظمين المهرجان، خبره مين جايين على المهرجانات، مين المغنيين اللي بيجوا، لانه كل هول بيلعبوا دور. بس نذكر المشاهدين اكيد مش بس نحن هم نقدر نامن حدث يعني يكون مهرجان او معرض، في كمان الاعراس كمان هلا كثير بلبنان، وعم في اعراس عم تكون يعني تكاليفها قد المهرجانات واكثر حتى الفنانين يمكن اللي عم بيجوا كمان في تامينات الاعراس. حقيقه صاروا الاعراس بلبنان مثل ما عم نعرف صاروا عم بكلفوا اموال باهظه، ففي كثير من يلي عم بيحبوا يتجوزوا عم بيامنوا العرس. هلا اكثر شيء اللي عم بيخطوه في تامين العرس هو الاعمال الطبيعيه، يعني مثلا عاملين عرس او دور برات بمحل مش مخلق وفي حال شتت، فهيدي اكيد هو اللي بيتكلفوا فعم بياخذوا. شو بكون التعويض؟ ممكن كمان انه الشركه بس تعويض مالي ولا كمان تامن لهم مكان ثاني؟ هو بيكون اكثر تعويض مالي. نعم. نحن بنشتغل بالتعويض المالي. هلا طيب المواطن بالسياره تعويض تامن له سياره المعنوي. نعم. هذا بده يكون اكيد عند يلي عم بيتجوزوا، بس تعويض المالي يعني نحن بنغطي كل شيء يلي بدهم يرجعوا يدفعوا مره ثانيه ليقدروا يقوموا بزيت العرس، مثلا يكون في عندك سهور، في عندك الاكل، في عندك تاجير المحل،
كل هول اللي بدك ترجع تتكلفهم لانه بدك تعمله محل مره ثانيه للعرس، فكل هول اللي بتجي شركه التامين وهي بتعوض على المؤمن. كمان بس كمان فينا نضيف تغطيات الحرب والتخريب، هيدي تغطيه اضافيه يعني، كمان ممكن اذا في عرس وصار انفجار حد مكان العرس كمان هيدا بس بده يكون تغطيه اضافيه مش ضمن البوليس. يعني مثل ما قلت مثلا في كثير مهرجانات هي اللي عم بتصير بلبنان، مثلا لسوء الحظ بيكون المغني بده يجي على لبنان ولكن من بعد انذار من او تحذير من السفاره او البلد اللي هو مقيم فيه ببطل جاي على لبنان. هيدا يعتبر عامل سياسي او عامل سياسي، فاكيد لازم باضافه الى الاخطار يلي ديجا حكيت عنهم كريستين يقدر ياخذ يطلع على شو فيها تامن شركه التامين، مثلا الاخطار السياسيه، الاخطار الناجمه عن المظاهرات، الاخطار الناجمه عن تسكير الطرقات، اخطار الناجمه عن يعني هون البوليس فينا نعملها او نطلبها مثل ما نحن بدنا وحسب ما نحن حاسين بالمخاطر المحيطه بمكان الحدث او التنظيم مثلا الحدث. هو اهم نقطه ودائما يعني هي شركه التامين شركه المؤمن، فاهم نقطه انه المؤمن يقدر يقول اخوافه لشركه التامين لتعرف شركه التامين كيف هي تاخذ هول الاخواف وتقدر تطمنه وتامنه، فمجرد كله محطوط على الطاوله ومجرد كل طرف عارف شو مسؤولياته بتفصلوا البوليسة على تجي بوليسة التأمين في حال حادث كله بيصير على نعم. نحن وصلنا لنهاية فقرتنا مع حضرتك أستاذ روجيه زكار عضو مجلس إدارة في شركة كوميرشال، أكيد استفدنا من وجودك معنا وتعرفنا عن أنواع جديدة من التأمين. كلمة أخيرة لحضرتك. ثقافة التأمين كثير مهمة وهي أنا دائما بقول لكل العالم إنه التأمين هي شريكك أو التأمين هي بتلشك على بياض، في حال صار في المشكلة عندك هيدا الشيك على بياض تاخده وبتحصله، فأهم شيء زبون يعرف ينقي شركة التأمين ويعرف ينقل مخافه أو شو بده يأمن لشركة التأمين ليأخذ أحسن بوليس التأمين تقدر تغطيه. شكرا لوجودك. نحن رح نتوقف مع فاصل قصير، من بعد أكيد مع أسئلتكم وأجوبتنا من برنامج أمن حالك. مساء الخير عن جديد، متابعين معكم اكيد ببرنامج امن حالك. وصلنا هلا للفقره الاخيره بهيدي الحلقه اللي هي اسئله المواطن. رح نعرض سريعا الاسئله يلي اكيد انتم بتتواصلوا فيها معنا على صفحتنا على الفيسبوك امن حالك ومن خلال الرقم الخاص بهذا البرنامج 70 166 919. اما اول سؤال كمان رح نبلش فيه من الي رومانوس نادر عم يستفسر عن تامين الطلاب بالمدارس، كان تبعنا بالحلقة الماضية، عم بيقول ده في حالة تلميذ وقع بقلب المدرسة بس ما تبين أي عارض، بس راح على البيت بلش العوارض يبينوا عليه أثر هالوقعة. هون عم مين بتصير المسؤولية؟ هل بتضل المسؤولية على المدرسة ولا بتصير المسؤولية على الأهل بالبيت؟ وخاصة إنه سمعنا عم نقول بالبرنامج إنه التأمين بيأمن ساعة قبل دوام المدرسة وساعة بعد دوام المدرسة. هلا بهذه الحالة أكيد إذا كانت التغطية على مدى 24 ساعة أو 12 شهر ما في مشكل، ولكن أغلبية يعني الحوادث اللي بتصير بالمدرسة دائما الطلاب بيوقعوا كسر صغير بيكون بالاجر بالايد، ما بيبين دغري عوارضه، يعني الوجع كلنا بنعرف بعد عده ساعات بيصير. نعم. يعني هذه الحاله كثير بتتكرر مع شركات التامين. يعني لانه اذا حادث صغير يعتبروا لا في مرات حالات بتكون بحاجه يروح عن طبيب، ولكن ما يعني ما عم نحكي عن كسر، عم نحكي عن فكش كبير او انواع يعني قليل ليبين دغري باللحظه ذاتها. فاكيد دائما تقرير الطبيب هو اللي بتعتمد عليه شركه التامين لتغطي هالحاله او ترفضها، ولكن برجع بذكر انه هاي الحالات يعني منا كثير مكلفه لشركه التامين لانه الوجع عم بيجي بالليل، مش يعني الحوادث الكبيره اللي فيها اضرار جسديه كبيره هي اللي بتكلف، فهذه اللي اكيد دائما بدها تكون بوقت الدوام يعني دغري بتكشفها شركه التامين. نعم، بس هون كمان بنقول لهم انه يرجعوا دائما يتصلوا بالشركه دغري، يعني بس يلاحظوا انه في شيء صار يرجعوا يتصلوا بالشركه ويخبروها لحتى تكون على علم بهيدي الامور. أندري عبدو عم بيقول انه عمل تامين عنده موتو، عمل حادث مع سياره
وهربت السيارة. هو عمل تأمين استشفى معه، معه كارت الأسيرانس، راح المستشفى ما قبلوا يغطوه على كارت الأسيرانس، عم بيسألنا ليش والسبب. يعني اليوم مثل ما ذكرنا بحلقتنا انه دائما لازم نخبر اذا عندنا موتو عم نسوق موتو، لانه يعتبر هذا رياضه خطره او يمكن ممارسه خطره. شركه التامين عند الاكتتاب، اذا اي مواطن يعني بيركب موتو او بيستعمل وسيله نقل الدراجه الناريه لازم يخبر عنها، لانه بوليس التامين بتكون اغلى بشوي، والمفروض نخبر لانه مثل دائما بنقول الفرق بيكون كثير بسيط وبنكون نحن مريحين راس. بكون اي مزبوط حمى نفسه. ولا حب عم تسأل إذا فيها تعمل تأمين الإلزامة قبل ما تكون مرقت السيارة على المعينة. كثير من المشاهدين بيفكروا انه التامين الالزامي هو مرتبط بتاريخ قديم انا بدي اعمل معاينه السياره. بنحب نذكر كل المشاهدين انه التامين الالزامي لازم ينعمل عند انتهاء البوليصه فورا، ما ننطر لوقت الميكانيك. نعم، هي ما خاصه بالميكانيك، هي بتحميكم ضد الاضرار الجسديه. نعم. ولكن لتمرق بالميكانيك ولا تدفع لندفع ميكانيك لازم يكون معنا تامين الزامي، هيك كرمال الدوله تقدر تعمل كنترول على المواطنين. نعم، يعني لهون بنوصل لنهاية حلقتنا لليوم. ما كان في بعد في عنا أسئلة، أكيد رح نرجع نطرحهم الأسبوع القادم، وأكيد نحن دائما بنقول للمشاهدين يتواصلوا معنا، نحن دائما جاهزين على رقم التليفون وأكيد على صفحتنا على الفيسبوك اللي عم بيقطعوا بأسفل الشاشة، نحن دائما موجودين لنجاوب على الأسئلة مش بس بالبرنامج، أكيد خلال الأسبوع. أكيد بنشكر كل يلي تابعونا بحلقة اليوم، نحن ملتقينا الأسبوع القادم بنفس الوقت. شكرا، إلى اللقاء.